السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ النهاردة ان شاء الله هتشوفوا معايا في الفيديو دوت حاجة مهمة جدا. عايزاكم تحطوا لايكات كتير للفيديو لان الفيديو دوت مهم جدا لاي حد بيربي. زي ما انتم شايفين كده معايا، طبعا الفترة الاخيرة كده العلف غلي وكل حاجة غليت، وطبعا زي ما انتم شايفين الظاهرة اللي حصلت في الاخر، في ناس كتير او معظمنا بعدهم طيوره علشان عدم وجود الاعلاف، او كمان بمعنى اصح ان العلف غالي ومحدش قادر ان هو يجيب اعلف ويربي فبعدم طيوره. فهل الكلام ده صحيح؟ طب هنعمل ايه؟ هنتصرف ازاي؟ حطوا لايكات كتير للفيديو وشيروا الفيديو علشان ان شاء الله تستفادوا كتير كتير من الفيديو دوت. طبعا يا جماعه في الفتره الاخيره ديت في ناس كتير بطلت تربيه علشان طبعا غلو العلف، خلاف كده وكده كمان ان الناس اللي كانت دايما بتقول هجيب فراخ بيضه واربيها وتكبر معايا بسرعه، دي كمان بطلت ان هي تجيب علشان الاعلاف اللي غليت، وكمان عدم وجود العلف بمعنى اصح يعني. فبمعنى اصح اللي انا عايز اقول لكم ان الناس كتير بطلت ان هي تربي سواء فراخ بيضه سواء فراخ بلدي اي نوع من الطيور علشان غلو العلف. فالنهارده ان شاء الله هقول لكم هتعملوا ايه، بس اهم حاجه شيروا الفيديو دوت علشان ان شاء الله كلنا هنستفاد من الفيديو بتاعنا النهارده. يلا بينا كده يا جماعه نشوف الفيديو النهارده هنعمل فيه ايه. النهارده ان شاء الله بقى جاي لكم فيديو النهارده يعني علشان نشوف مع بعض كده حل الغلاء الاسعار اللي احنا فيه ده. يعني ما اعرفش يمكن في اليومين اللي فاتوا دولت او يمكن اليومين الاخر دولت الواحد اتصدم من الاسعار. شكارة العلف يا جماعه يمكن شكارة الدش بس الواحده جاي عليها زياده 90 جنيه مره واحده، فليه ما اعرفش. فاحنا النهارده بقى جايين نشوف كده حل مع بعض وهنشوف ايه اللي احنا هنعمله ان شاء الله كده مع بعض. عندي شويه علف بخزنهم، ببقى خايف من الايام الجايه مش عارفه ايه، واحنا اللي بنخلي الدنيا بتغلي بايدينا. فاحنا بقى يعني هنتصرف النهارده برده كده، واحنا جايين عشان نشوف كده حلول مع بعضنا هنعمل ايه في الطيور اللي احنا ربيناها ديت. طبعا اكيد في ناس كتير مش هتربي وده حاجه اكيده يعني. فالنهارده بقى جايين نشوف حل مع بعض. اول حاجه يا جماعه ان شاء الله اللي احنا هنعمله كده، طب نحط لايك الاول، حطوا لايك يلا يا جماعه وتعالوا شوف هقول لكم ايه. يمكن انا واحده من ضمن كده يعني مش عارفه انا هعمل ايه ذات نفسي، انا هعمل ايه؟ هل يعني هنكمل في وسط الغلا وفي وسط العلف اللي هو اللي بقى يعني ما اعرفش الكيلو الدش، الكيلو الدش يا جماعه بقى بكام؟ ب9 جنيه؟ يعني حد يصدق ان الكيلو الدش يبقى ب9 جنيه؟ مش عارفه. فالنهارده بقى انا هعمل ايه؟ يعني انا عن نفسي انا هعمل ايه؟ بصوا بقى اول حاجه انا هعملها هنشتغل بالبرسيم. طبعا يمكن الفيديو اللي فات كنت قلت لكم طبعا الجو حر، لو قلتوا تفطروا برسيم فطروا برسيم. انا عن نفسي كنت اعرف ناس بجد والله يا جماعه، اعرف ناس كانوا بيفطروا ويغدوا ويعشوا برسيم، وكنت اعرف يعني كان الطيور كانت بتبقى فالحه عندهم ازاي انا ما اعرفش. بسم الله ما شاء الله يعني الله اكبر، هي بتبقى يعني ربنا يبارك يا رب لكل من كان. بس احنا ان شاء الله اللي احنا هنعمله النهارده بقى ايه؟ هنحاول ان احنا ننزل النص. يعني ايه ننزل النص؟ يعني بعد ما كنت بعلف ما شاء الله يجي 5-6 كيلو في اليوم، لا هحاول ان انا ازود يعني اقلل النص، هعلف 3 كيلو مثلا. العلفه بتاعت الصبح يدوبك يخشنوا معدتهم بقى، بس الظهريه هقوم جايبه برسيم، وده هيبقى ان شاء الله الشيء الاساسي على هرسه البيت. ويعني ممكن ان انا مثلا يعني ايه اخر النهار اجيب هرسه البيت. طبعا اكيد يعني بواقي بيت اي بيت بيبقى فيه هرسه، ممكن مثلا شويه خس شويه رز باقيين شويه طبيخ، كل الحاجات دي طبعا بتبقى احسن من العلف الف مره. طبعا يا جماعه في الايام الجايه ديت الناس اللي هي عندها بواقي بيت او كده تحاول تحافظ عليهم، من جهه ان انت مثلا الحاجات اللي زي ديت بواقي البيت ديت ده من افضل واحسن الحاجات اللي هي بتزود معاك انتاج البيض، بتبقى احسن من العلف كمان. اما الناس اللي بتقولي بقى يا ام شيماء ده البرسيم بيجيب اسهالات، البرسيم يا جماعه انا اي نعم معاكي لو البرسيم لسه طري بيجيب اسهال، اما البرسيم خلاص نشف ما عادش بقى فيه ميه زي الاول. دلوقتي انت ممكن تحط برسيم وانت قلبك جامد. يمكن انا عن نفسي حتى لو انتوا لاحظتوا كده بصوا ده بواقي خضره اهيت، يعني اي شويه خضره ممكن تتحك على الطيور عندك بقى. زي ما انتم شايفين انا لسه طبعا ما علفتش، انا جايه النهارده يا دوبك علفنا الصبح كده شويه، يعني نص الكميه اللي انا كنت بعلفها بدل ما كنت بعلف زي ما قلت لكم حوالي 6 كيلو مثلا دش او كده، لا انا دلوقتي قمت يعني هقلل النص
هو ده اللي انا هعمله دلوقتي، لان فعلا يعني هو بصراحه الغلا بقى غلا فاحش، يعني ما عادش زي الاول ممكن ان احنا نربي، ممكن ان احنا نجيب شويه عيش ومكسر، لا ما عادش الكلام ده. طبعا لو احنا عندنا بواقي بيت هنقطع ونحط الكلام ده كله، هنحاول ان احنا نصرف، خصوصا الفراخ اللي هي بتبيض. طبعا الناس اللي عندها فراخ بتبيض ده ممكن تضحك عليها باي حاجه. كان في حد بيقول لي لا طب ما هو عايز علف بياض، لا مش شرط ان انا ادي للفراخ علف بياض، طالما فرخ بيبيض مش شرط ان انا ادي له علف بياض. انت لو انت عندك شويه بواقي رز يبقى احسن من علف البياض الف مره. عندنا الصدف، كيلو الصدف بجنيه، طبعا ممكن انت ترمي له كيلو صدف ولا حاجه ينقره في طول النهار هيبقى كويس جدا برده. زي ما قلنا عندك شويه كرنب مثلا هتخرطهم هترميهم، كل البواقي الحاجات ديت عندنا. طبعا كلاتنا بنبيض رز، وطبعا فوق معظم الفلاحين عارفين يعني ايه تبيض رز. الرز ده طبعا في ناس بتسيب السرس بتاعه، لا من هنا ورايح بقى حاولي ان انت ما تسيبش السرس بتاعه، السرس بيبقى كويس جدا. حتى لو انت عندك بط هتقلبوه على شويه دش على شويه عيش هيبقى احلى اكل وزي الفل، وكمان ما بيربش دهون. يعني في حلول كتير جدا، يعني مش علشان العلف غالي احنا خلاص هنقعد محلك سر مش هنربي او الكلام ده كله، لا هنربي كل حاجه، بس هنحاول ان احنا ننظم نفسنا شويه. النظام حلو في كل حاجه. بدل ما احنا كنا يعني سايبين الاكل قدامهم ليل نهار، لا هنحاول ان احنا ناكل بالطاقه. وخدوا بالكم الاكل اللي بالطاقه ده يا جماعه بيبقى ما شاء الله بيبقى احلى تربيه، وعن تجربه حاولوا ان انتوا تجربوه باذن الله. انا عارفه ان في ناس كتير هتقول لا خلاص ده العلف غير ما عندناش هنربي، لا هتربي باذن الله وهتحافظي وهتعملي كل حاجه، لان ما فيش ولا بيت يعرف ان هو مثلا يستغنى عن تربيه الطيور. تعالي شوف الكيلو اللحمه النهارده في معظم المناطق بقى ب 180 جنيه. مين معاه النهارده او مين موظف النهارده معاه هيجيب كيلو لحمه او هيجيب سكن او قصدي هيدفع سكن او كهرباء ميه الكلام ده كله؟ لا. حتى لو احنا مثلا اضعف الايمان هنربي شويه فراخ بيضة، بس هيبقى في خير في بيت. في حاجه كمان يا جماعه، مثلا لو انت رحت السوق ولا حاجه لقيتي مثلا اي بواقي خضار، اي بواقي مثلا في مثلا بطاطس بتبقى اللي هي بتتباع رخيصه دي، ممكن تجيبيها تقطعيها تسلقها لهم تقلبيها على شويه سيرس، بتبقى بسم الله ما شاء الله بتبقى يعني احلى بروتين للفراخ كمان اللي بتبيض، بتبقى كويسه جدا للبيض والفراخ الصغير، وكمان حلوه قوي للبطن، تخلي البطن ما شاء الله يشيل معاك اوزان عاليه جدا. احنا النهارده جايين علشان نعمل حلول يعني لكل المشاكل ديت. انا برده يعني انا بقول رايي، ممكن برده يعني الناس اللي عندها حل تاني تكتب برده في الكومنتات وتقول رايها، وكل واحد يقول رايه يعني على ما نوصل لحل. يعني على اساس ان احنا مثلا ايه يعني نحاول ان احنا نقلل كميه العلف اللي احنا بنشتريه، بدل مثلا ما كنا بنربي مثلا يعني 50 60 فرخ، لا هنحاول ان احنا برده نقلل الكميه. بدل ما كنا بنجيب 100 فرخ، لا انا عن نفسي يا جماعه بدل ما كنت مثلا بجيب كميه انا هحاول ان انا اجيب برده نص الكميه، وهنبدا برده هنربي عادي مفيش اي مشكله. بس الخلاصه اللي احنا ايه هننزل للنص بس. ديت الفكره كلها وده كل الموضوع. فانا قلت اعمل لكم الفيديو ده كده قبل ما اخش اعلف، لان طبعا انا النهارده جايه على اساس ان احنا ننظف المكان ونعلف ونشوف الطيور بتاعتنا، هل احنا بقى يعني هنذبحهم وناكلهم ونسكت ونقعد على كده؟ لا طبعا برده كل مشكله وان شاء الله هيبقى لها حل. يمكن انا النهارده جايه بصور لكم، انا جايه الظهريه اصلا يعني المكان هنا انا جايه هنا الظهريه، الشمس بقى يعني يعتبر في شرد بقى في المكان، وهواء والهواء يعني قالب بقى فظيع جدا النهارده، فقلت اجي كده اشوف الفراخ، لان طبعا الهواء ده يا جماعه يعني خدوا بالكم برده من الموضوع ده. في وقت الهواء زي دهوت اي حد عنده شويه طيور يحاول ان هو يقفلهم يعني يحطهم في الكن شويه، لان الهواء ده بيبقى فيه عدوى وميكروبات كده، يعني ايه خدوا بالكم من الحاجات ديت. واضعف حاجه في الحالات اللي زي ديت نقوم طبعا حاجه كده بسيطه، فرمين شويه ثوم بصل ليمون خل رمينهم على الاكل وعلى الميه، وعلشان برضو اي حاجه ترفع المناعه بتاعتهم، علشان الامراض ما بتكترش الا في الايام دي، خدوا بالكم. فزي ما انتم شايفين كده معايا الطيور معظمها يعني من الشرد بتاع المكان وحراره الجو كلها يعني نايمه جوه في قلب العشش جوه، فما فيش بقى كام بطه وكام فرخه كده، هم خارجين بقى في المكان هنا يعني يلقطوا رزقهم بقى شويه على معارفهم. فمش هنعلف بقى ولا نعمل اي حاجه الا ما نكنس كده، لان انا جايه انضف لهم النهارده لان بقى لي كام يوم ما نضفتش. فقلت طبعا لان انا عارفه ان الغلا دوت على الناس كلها مش على حد وحد، الغلا بيبقى على الجميع يعني هو بيبقى يعني على الناس كلها. فطبعا انا عارفه ان معظم الناس اللي بتربي عماله بقى تضرب اخماس في اسداس وعماله تقول طب احنا هنعمل ايه في وسط الغلا دوت. فيمكن يعني بحاول ان انا يعني اقدم لكم حل بسيط، بس حاجه بسيطه كده ان احنا كلتنا لازم ان احنا نعملها وناخد بالنا منها. اتمنى يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، واتمنى يكون الكلام بتاعنا عجبكم، واللي عنده راي تاني يا جماعه يكتب لنا تاني برده في الكومنتات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.